السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده عايزين نكريت بوينت بس بطريقة مختلفة شوية أسهل. تعالوا نفتكر سريعا مع بعض، لو عايز اكريت بوينت كنت بعملها كرييشن ازاي. كنت بقول بوينت 3D بوينت A يساوي نيو بوينت 3D X Y Z، صح؟ كنت باجي اقول له الاوتبوت A يساوي بوينت A، وباجي بحتاج ان انا اضيف الزد هنا واحول كل التايبس هنا لدبلز علشان اكريت البوينت. فاول حاجة هتظهر لي الديفولت اللي هي 0 0 0، اقدر اتحكم فيها بان انا اضيف نمبر سلايدر لكل قيمة منهم الاكس والواي والزد، وهلاقي البوينت بتتحرك معي، صح؟ وعلشان اكريت بوينت تانية فانا محتاج اكتب نفس اللاين ده تاني، بوينت 3 دي بي يساوي نيو بوينت 3 دي وهكذا. طب ايه الطريقة التانية؟ احنا لو فاكرين في البروجرامينج كان عندنا دي الاوبجكت اورينتد ميثود اللي البوينت 3 دي فيها هي عبارة عن كلاس او ستراكت زي ما شفنا على الراينو كومن. وعلشان اكريت فانا بانشيت اوبجكت جديد، صح؟ فاحنا عملنا اوبجكت جديد سميناه بوينت A وادينا له القيم الاكس والواي والزد بتاعتنا. طب لو انا عايز اختصر اللاين ده شويه ممكن اعمل ايه؟ لو انا عايز اختصر اللاين ده ممكن ابتدي احول البوينت 3 دي ستراكت احوله لستاتيك ميثود. فاكرين الفاكتوري ميثود اللي اتكلمنا عليها في البروجرامينج في اللانجوج بتاعت في الفيديو سلسله الفيديو بتاعت البروجرامينج باستخدام الستاتيك موديفاير؟ دي بروجرامينج لانجوج تانيه خالص. اقدر مش انا اسف مش بروجرامينج لانجوج، هي بروجرامينج باترن تانيه خالص اقدر بيها كرييت اوبجكتس، برضو اقدر اكرييت اللي انا عايزه. فخلونا نفتكر مع بعض. الاول الستاتيك موديفاير هو كان كمان بيتم على كلاسز، صح؟ فالاول ممكن اجي اقول انيشيت كلاس اسمه بوينت، صح؟ بس هتاكد الاول ان انا هكتب public. اوكي، ليه بكتب public؟ بكتب public علشان الكود اللي انا هكتبه هنا يبقى accessible through البرنامج بالكامل، تمام؟ ولو انا بانشيت او بكرييت كلاس دايما بكتبه في الكاستم اديشنال كود هنا في الجزء اللي تحت اللي هو في اللاينز، في اللاين 62 عندي هنا الابيض ده، هاجي هنا اكرييت ميثود جوه الكلاس ده بس هعملها static method. فهاجي هنا هقول له public static، ادي اسم بقى الاول، هدي النوع بتاع الداتا اللي انا عايزه اللي هو point 3D. فهاجي هقول له point 3D وهاجي اديها اسم بقى، ادي الميثود دي اسم وليكن create point، وهاجي بعد كده جوه هكتب له المتغيرات اللي انا هاخدها علشان اقدر اكريت البوينت دي. فبالتالي هقول له دبل اكس ودبل واي ودبل زد، تمام؟ وهاجي جوه الكود ده هرجع اكتب النتيجه بقى اللي انا عايز اطلع لها اللي هو اللاين اللي انا مش عايز اكرره بعد كده كتير اللي هو بوينت 3 دي بوينت يساوي نيو بوينت 3 دي X Y وZ. وهاجي تحت هقول له ايه؟ return البوينت اللي انا عملتها كده. اللي هو هيعمله لو انا جيت عملت initiation بقى للobject بالstatic method، اللي هيعمله ان هو هيcreate point 3D اسمها point وهيقوم مديني النتيجة اللي هي point 3D اللي اسمها point دي، هيقوم مديها لي كنتيجة للميثود دي. فبدل ما اكتب اللاين بالشكل ده انا ممكن اجي اقول له مثلا بوينت على طول بقى، ممكن اجي اقول له a يساوي بوينت دوت، هلاقي كرييت بوينت الميثود اللي انا عملتها جوه الكلاس بتاعي ظهرت، وهاجي هكتب له جوه هنا x وy وزد. ممكن نعمل لده كومنتنج عشان ما يشتغلش معانا في الكود. وممكن نيجي نجرب سريعا نقوم ايه عايزين نعمل بوينت تانية، فهقول له بوينت دوت كرييت بوينت
ودي انا مثلا اي ارقام 5 و5 و0. لو جيت دلوقتي عملت رن للكود ده بس الاول اضيف الاوتبوت بي، هلاقي ان البوينت دي هتفضل زي ما هي، وهلاقيه عمل لي بوينت تانية عند 5 و5 و0 بالظبط. اوكي، فكده بقيت علشان انيشيت بوينت بدل ما اقعد اكتب بوينت 3 دي بوينت اي يساوي نيو بوينت 3 دي واكتب جوه الاكس والواي والزد، انا دلوقتي عملت هنا كلاس اختصر لي كتابة قاعد بكتبها كتير. طبعا لو عايز اسهل الموضوع شوية ممكن لو انا حابب اسرع الكودنج بتاعي هقول له سي ار تي بي تي مثلا. اوكي، فبدل ما اكتب دوت كرييت بوينت هقول له دوت سي ار تي بي تي، وهنا هقول له سي ار تي بي تي، هلاقي ان النتيجة هي هي، مفيش حاجة اتغيرت معايا والكود شغال تمام. قدرت اختصر كتير البوينت دي، انا ممكن اكشلي اقوم مخليها بي تي صح، فهنا بدل كلمة بوينت اخليها بي تي، ده اسم الكلاس بتاعي. فالكلاس بي تي، شوفوا قدرنا ازاي نختصر الكود، الكلام الكتير اللي احنا قاعدين بنكتبه اختصرناه في كلام اقل بكتير يسرع لنا الكودينج بروسيس بتاعتنا. شكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي. بس قبل ما نقفل عايزين نفتكر بس ان احنا نقدر نتحكم ستيل بالسلايدرز دي، بس طبعا هنا دي اللي هي البوينت الاولى اللي مربوطة بايه طبعا، لان بي احنا هنا دخلناها كارقم. شكرا جزيلا.